نبتدي بالأحدث، يعني آخر حاجة خالص وآخر المستجدات، طبعا تعاقد القلعة الحمراء مع موسيماني، كيف رأيت هذا التعاقد؟ أنا شايفه دي حاجة خطوة كويسة جدا، بالذات لأن الراجل ده قريب قوي للكرة الأفريقية، بدل ما أجيب مدرب أجنبي وأبدأ من نقطة الصفر من أول وجديد تاني، ده راجل ملم بالكرة الأفريقية، ملم قوي بشمال أفريقيا، ملم باللعيبة المصرية وبالأندية المصرية بالأخص، لأنه شارك مع ضد نادي الزمالك وضد نادي الأهلي، وخد بطولة أفريقيا 2016 من نادي الزمالك، وبعد كده خد سوبر أفريقيا من مازيمبي في 2017. فالراجل عنده ملم بالكرة الأفريقية بشكل كويس جدا. انت بتتكلم عن الراجل، انت شايف السي في بتاعه عامل ازاي، واخد تقريبا 10 بطولات محلية في 10 بطولات بما يخص دوري وسوبر محلي وحاجات من دي يعني كلها. فالراجل عنده امكانيات عالية جدا، السي في بتاعه محترم. فالنادي الاهلي لما بيجي يتعاقد، انا مش بتعاقد وخلاص، انا عندي رؤية، في تخطيط موجود بشكل كويس، ملم كويس جدا بالامور الفنيه بما يتعلق بملفي والسي في بتاع الراجل اللي جاي دوت. انا مش هروح اجيب راجل اجنبي وابدا من اول الصفر، بقى ابدا من اول وجديد، اقعد بقى لسه هاخد اتعود على اللعيبه المصريه واتعود على لعيبه افريقيا وبعد كده شمال افريقيا، قصه كبيره يعني. فانا شايف ان النقطه دي نقطه ايجابيه تحسب لمجلس اداره، الملف تمت ادارته بشكل احترافي جدا بشكل قيم، كل الامور كانت محطوطه على النقط من قبل ما يتم تدارج اي اسم او اي حد من الاول خالص. الراجل اول ما طرح اسمه، بالعكس المفاوضات تمت بشكل يليق بالنادي الاهلي وبيليق بالراجل. يمكن الكابتن محسن صالح في المؤتمر الصحفي اتكلم بشكل محترم جدا، اتكلم ازاي ان الراجل تم التعاقد معاه بشكل رسمي بيليق بنادي صن داونز ورئيس نادي صن داونز، ازاي طريقه التعامل مع فض التعاقد مع نادي ازاي، وازاي يتم بعد كده من الشياكه حاجه جميله وحاجه محترمه ومنتهى الرقي بصراحه.